في شارع ابن تومرت بمدينة الجديدة صار العنبشت الريفي وجها مألوفا، فقد استقر في إحدى الفيلات حيث يعمل حارثا. في خريف العام 2000 لما خلت الفيلا من سكانها الذين انتقلوا للاستقرار في فرنسا، كانت قد مرت 20 سنة على وصول العنبشت إلى الجديدة. كان مشغله طبيبا من أصول تونسية متزوجا فرنسية من مونبلييه. كان لهما ولد اسمه زكريا وبنت اسمها ياسمينة، وقد قررت الأسرة الانتقال للعيش في فرنسا بعد أن بلغ زكريا وياسمينة طور التعليم العالي. تم الاتفاق على أن يبقى العنبشتا في المنزل الذي قررت عائلة الدكتور سامي القرواني أن تمضي به عطلها الصيفية، وكذلك صار بوشتا الساكن الوحيد في تلك الفيلا. كان فضلا عن مهمة الحراسة يتولى العناية بالحديقة. الذين اعتادوا المرور من شارع ابن تومرت ألفوا وجود الرجل، وخاصة في مساءات الصيف. في العام 2000 كان بوشتا في 50 من العمر. في الظاهر يبدو الرجل محتفظا بقدر من اللياقة البدنية يخفي إلى حد ما حقيقة عمره. في الحقيقة لم يكن يعير الأمر كبير اهتمام. يمضي إلى السوق على دراجته، يأتي بما يحتاج إليه. في أغلب الحالات كان يمضي إلى المرسى ليشتري السمك. عدا اسمه بوشتا الريفي لم يكن الناس في محيطه يعلمون عنه الكثير، إذ كان متكتما. وقد صد تكتمه ذاك فضوليين كثيرين حاولوا النفاذ إلى عالم الرجل. وحده البقال الذي يوجد على بعد شارعين كان يعلم أن بوشتا الريفي جاء من الحسيمة مع أحدهم، أغواه بأنه سيشتري مركبا للصيد وسيجعله رايسا عليه. كان زمنئذ في 30 أو قريبا من 30. يذكر البقال لحسن أنه أسر إليه يوما بأنه لما جاء للعمل في الجديدة كان قد وعد فتاته في القرية التي ينحدر منها بأنه سيعود بعد عام ليخطبها من والدها. كان ذلك حلمه الذي باح به للبقال لحسن، وقد مر عليه الآن 20 عاما. قد تكون تلك التي أحبها تزوجت وأنجبت أبناء هم الآن في سن الزواج. قد يكون حدث ذلك، فبوشتا لم يعد إلى ريفه منذ أن وطئت قدماه الجديدة في العام 83900، ولم يعد يحتفظ من ذلك الريف سوى بالانتساب إليه بوشتا. في منتصف شهر فبراير من العام 2000 فوجئ بقدوم زوجة مشغله مدام كاترين. وصلت بعيد المغرب. لما توقفت سيارة الأسرة التي جاءت بها كان كدأبه يجلس في باب المرآب وحيدا، وقد سرها ذلك كثيرا. أبدى بوشتا سروره بقدوم تلك التي يناديها مدام، حتى حين كان يأتي على ذكرها خلال أحاديثه مع البقال لحسن. ولعله ظن أيضا أن المرأة ما قدمت بشكل مفاجئ إلا لترى ما إذا كان يعتني بالفيلا كما كان يفعل حينما كانت أسرتها تستقر بها. طلبت من بوشتا أن يمضي إلى وسط المدينة ويشتري لها بعض الأكل. طلبت منه أن يأتيها أيضا بنبيذ ذكرت له نوعه. كانت الساعة تقترب من 8:30 حين سلمها ما طلبت منها، ثم آوى إلى غرفته المحاذية للمرآب. كانت غرفة مربعة لها باب يفضي إلى المرآب وآخر إلى الطابق الأرضي من الفيلا. أعد بوشتا طاجينا من السمك جاء به من المرسى. كانت تأتي من راديو كاسيت وضعه بالقرب من فراشه، إيقاعات ريفية يطرب لها. كانت الساعة تقترب من 10 ليلا حينما سمع طرقا بالباب. كان طرقا خفيفا بالكاد يسمع. فتح الباب المفضي إلى الطابق الأرضي من الفيلا. كانت مدام كاترين واقفة تنظر إليه. ابتسمت وقالت له بدارجة لم تخل من لكنة فرنسية: هل ما زلت مستيقظا؟ نعم مدام. تناولت طعامك أم ليس بعد؟ سألته وهي تضحك. قال لها: انتظر طاجين السمك إنه على النار. نظر إليها بابتسامة لم تخف استغرابه، ثم سألت: هل تستضيفني؟ صمت بوشتا وقد أحس بحلقه وقد جف.
ثم ابتسم وقال لها: مرحبا بك. لم تنتظر المرأة الستينية كلمات أخرى، دلفت إلى داخل الغرفة التي يؤثثها فراش متواضع وتتوسطها مائدة مستديرة بأرجل قصيرة. لعلها المرة الأولى التي تدخل فيها المدام تلك الغرفة المخصصة للحامل. لا يذكر بوشتا أنها دخلتها منذ أن استقر في خدمة تلك الأسرة قبل عقدين من الزمن. كانت المدام كاترين تبدو منشرحة تلك الليلة، وكان مكياجها الخفيف يترك متسعا لجمالها الطبيعي. عيناها الزرقاوتين اللتين يرسم مسار جفونهما خط رفيع من الكحل كانتا تنطقان بالكثير. كذلك بدا لبوشتا الريفي. ساد الغرفة صمت لم ينقضه سوى ذلك الإيقاع الريفي المنبعث من الراديو كاسيت وصوت مرق الطاجين الذي يغلي على النار. كانت المدام كاترين تنظر إلى الطاجين وتتابع دون ما تعليق حركة بوشتا وهو يغسل النعناع بعناية لإعداد براد شاي على شرف المدام. لم يمر وقت طويل لما جاء إلى تلك المائدة قصيرة الأرجل بصينية فيها كأسان وبراد صغير تشهد الكدمات التي تحملها بطنه وغطاؤه على أنه رفيق بوشتا منذ زمن بعيد. كانت يداه ترتعشان وهو يصب الشاي للمدام. قد يكون سبب ذلك أنه لم يستقبل قط امرأة في غرفته. بسم الله يا مدام، قالها وهو يمد إليها الكأس. تسلمتها منه وقالت له بلثغة ظاهرة: شكرا. لعل خيال بوشتا مضى بعيدا حين كانت المدام ترشف من كأسها، ثم فاجأته. أظنك تسأل عن سبب مجيئي عندك هنا في غرفتك. حرك رأسه موافقا. اسمعني جيدا، كما تعلم يا بوشتا لقد بدأ العمر يتقدم بي وبزوجي الدكتور سامي. قد رأيت أن ولدينا زكريا وياسمين استقر الآن في فرنسا لمتابعة الدراسة، ولذلك قررنا أن نبيع هذا المنزل. سكتت قليلا وكأنما هي تحبس دمعة. كان بوشتا ينظر إليها مندهشا ولعله فغرفاه. نهض من مكانه وأنزل طاجين السمك من موقد الغاز ثم عاد يستمع إليها. قالت المدام كاترين: لقد وجدنا هناك في فرنسا من يشتري منا المنزل، وما جئت إلا لأبلغك بالأمر. نحن لم ننسى السنوات التي أمضيتها في خدمتنا، ولا تحسبن أننا سنتخلى عنك. على وجهه بعض الانشراح الذي ما لبثت المدام أن التقطته واسترسلت. لك الاختيار بين أن تبقى في المنزل في خدمة ملاكه الجدد أو أن تأتي معنا إلى فرنسا، وسنحاول أن نجعلك تقيم هناك بصفة قانونية. لم يكن بوشتا قد فكر يوما في الهجرة إلى أوروبا. كان ما تعرضه المرأة الجالسة أمامه يغري بالمغامرة. قال لها إنه يفضل الذهاب معهم إلى فرنسا، ولكنه يود لو يستطيع أن يعود إلى قريته هناك في إقليم الحسيمة علّه يجد لوالدته خبرا. كانت المدام كاترين القيرواني قررت البقاء في الجديدة أسبوعين، ورأت أنها تستطيع البقاء بمفردها في الفيلا خلال تلك الأيام التي سيمضيها بوشتا في الريف. في تلك الليلة قاسمته عشاءه وعادت إلى غرفتها. في الصباح جاءها مودعا. استغرق سفره إلى الريف ما يقرب من يومين. لما وصل القرية التي تبعد عن الحسيمة بنحو 20 كيلومترا مضى إلى بيت أمه. فتح له صبي دون العاشر. نظر إليه مليا وعاد بوجهه إلى الداخل يقول: إنه رجل. بعد ثوان أطلت امرأة تضع على رأسها غطاء أبيض. ما أن رأته حتى ارتمت في حضنه وهي تصرخ: ولدي ولدي. كانت تلك أمه التي انتظرته 20 عاما. دخل. كان الصبي هو ابن شقيقه علي الذي يصغره بعامين. كان يعلم أن ساعة العتاب ستأتي بعد الأكل. كان عليه أن يحكي لهم كل تفاصيل تلك السنوات 20 التي أمضاها مختفيا. لما حان موعد العشاء جاءت امرأة تحمل صحنا كبيرا به لحم دجاج بلدي. وضعت الصحن وسط المائدة. كان شقيقه علي يجلس في مكان مقابل له.
قالت المرأة بصوت لا ينكره: حمدا لله على سلامتك. رفع بصره إليها، كانت هي زينة، تلك التي أحبها ووعدها بالزواج، ولما لم يستطع الوفاء بوعده هرب من ذكراها. قبل أن يسأل بادره شقيقه بالقول: هي زوجتي. لم يرد بوشتا أن ينغص صفو ذلك اللقاء الأسري الذي تأتى بعد 20 عاما. أكل في صمت، ثم مضى مع أمه وشقيقه بحديث عن كل تلك السنوات. أشياء كثيرة وقعت، لم يكن يتصور أن تلك التي أحبها صارت من نصيب شقيقه. علم أنهم حسبوه مات لما لم تثمر كل الجهود التي قاموا بها بحثا عنها. كان الليل قد انتصف ذاك 23 من فبراير من العام 2004، لما آوى كل ذي نفس إلى مثواه في ذلك المنزل المشيد بالحجر والطين. ثم بعد ساعتين صدرت من الأرض أصوات لم يسمعوها من قبل، ثم هوى المنزل على النيران، وعلى الذين نجوا أنه الزلزال. كان بوشتا في عداد القتلى الذين انتشلوا من تحت الأنقاض. قناة تمو دابي.